المنطقة العربية الحقيقة بتتميز بثرائها من مصادر الطاقة التقليدية ومصادر الطاقة المتجددة، والحقيقة في ريادة معروفة للمنطقة العربية في قطاع الطاقة، بالذات قطاع الطاقة التقليدية. في السنوات الأخيرة المنطقة العربية أيضا تبوأت مقعد القيادة في تكنولوجيات الطاقة الشمسية بالذات، ويليها طاقة الرياح من خلال الوصول لأسعار تنافسية جدا من الطاقة المنتجة الكهربائية تحديدا من المصادر المتجددة، وده بيتمثل في عدد من الدول الرائدة زي مصر وزي الإمارات وزي السعودية وزي المغرب، ويليها تونس والجزائر والأردن ولبنان وفلسطين. الحقيقة ال 22 دولة عربية حاليا عندهم برامج في الطاقة المتجددة وعندهم أهداف طموحة للغاية. هذه الأهداف بتتمثل معانا في أرقام يمكن ما كناش نحلم بها سابقا. يعني احنا عارفين إن الهدف المصري 42% من الطاقة الكهربائية سنة 2035، المغرب بتأمل في 52% سنة 2030، وهكذا باقي الدول العربية عندها أهداف طموحة. إجمالي توقعاتنا للقدرات اللي هتكون مطلوبة للمنطقة العربية لتحقيق أهدافها المعلنة اللي الدولة ملتزمة بها رسميا في حدود من 190 ل 200 ألف ميجا وات، وده يعني إن إحنا بنتكلم على 10 أضعاف القدرات المتجددة الراكبة حاليا في المنطقة العربية تقريبا. المنطقة العربية أيضا بتشهد تحول نوعي، إن شركات النفط والغاز التقليدية بقت بتتحول إنها تبقى شركات للطاقة، وبالتالي بتتوسع في أنشطة الطاقة المتجددة. يعني دي بعض أهم ملامح التحول. أيضا بنلاحظ إن في تحول مهم بيحصل في المنطقة نحو الهيدروجين الأخضر ونحو السيارات الكهربائية، والحقيقة هذا التحول بيقول إن إحنا يعني في المستقبل هنشهد واقع مختلف. بجانب ده بنلاحظ أيضا في المنطقة عدد من التغيرات المهمة الإيجابية، إن فكر الاقتصاد الأخضر وفكر التحول الأخضر بقى جزء من الاستراتيجيات المعلنة لكل الدول العربية، وبالتالي ده بيطرح إن المستقبل بإذن الله هيكون صديق أكثر للبيئة. الدول هتلتزم أكثر بحماية كوكبنا بوجه عام، وبتنمية اقتصادية كبيرة واجتماعية وفرص عمل بتطرحها الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة في المستقبل.